ضيفنا بابا. اي نعم. علاش 0/10؟ ما عجبتكش التصويره؟ الاستاذ الدكتور عبد الفتاح مورو هو استاذ ودكتور في الشريعه والقانون، دكتوراه في الشريعه. دكتوراه في الدكتوراه؟ اي عنده الدكتوراه، عنده. عمري ما سمعت بها. لا لا عنده صدقني صدقني، كانت تسمى في تونس. لحظه من تونس. ولا الاستاذ الدكتور فيها المعلومه. اي هي الاستاذ الدكتور عبد الفتاح مورو، دكتوراه في الشريعه والقانون، في الفقه المقارن وزيد نعطيك، و8 سنين قضاء و42 سنه محاماه، والكشطه نتاع جامع الزيتونه والتنين. هذا كله اعطيته 0/10 دكتور؟ نعطيه لاني ارى فيه ما ارى من الخير ومن الاحترام ومن التقدير، ولذلك اظن ان الاستاذ اظن الاستاذ عبد الفتاح مورو قيمه وقامه علميه وقانونيه كانت ستكون سياسيا لولا ان ضحى به الغنوشي. هذا الرجل محل احترام وتقدير، يبدو انه في اللمسات الاخيره. يا شيخ، يبدو انه البعيد. يبدو انه في اللمسات الاخيره. علاش 0/10 على التصويره هذه؟ يبدو انه في اللمسات الاخيره من عقلانيته وتحكمه في نفسه، لانه هو شيخ بالتيني شيخ ما يشطحش بصراحه، يعني لا لا لغيره ما ليس له، وعليه ما ليس على غيره. قدوة. تفضل عم حسن. اثنين، لحظة بالله. لحظة كلمة بركة. كمل. النقطة الثانية سي حسن حتى تفهم الفكرة كاملة. باختصار. إيه. بالنسبة للمريم بن ملاهم، نبارك لها أنا على الخطوبة نتاعها، وربي يتملها بالخير ويزوجها في أحسن الظروف وتفرح، ولكن للأسف الشديد غاب، رغم أنه يعلم، أو تغاب عبد الفتاح مورو عن هذه الصورة وما تستحدثه بعدها من بوليميك.